بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأعزاء، بداية أبارك لكم حلول شهر رمضان المبارك، شهر العطاء والرحمة والإحسان، وكل عام وأنتم بخير. في هذه الليالي الفضيلة من الشهر الكريم، أتوجه بجزيل الشكر والعرفان إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسمو ولياته الأمين حفظه الله، لاهتمامهما وحرصهما الدائمين على دعم العمل الخيري والإنساني، حيث تشرع المنصة الوطنية للعمل الخيري إحسان نافذة ووسيلة للخير والمساعدة على درجة عالية من الموثوقية، وبإشراف رسمي عبر العديد من الجهات الحكومية لتسهيل عمل الخير للجميع والتيسير على الباحثين عن فرص العطاء والمساعدة طمعا فيما عند الله تعالى من الأجر والمثوبة. فقد بذلت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا جهدا كبيرا يسهم في تعزيز المسؤولية الاجتماعية وتنظيم العمل الخيري والإنساني وتعزيز قيمه وخدمة للخير والبذل والعطاء بحلول رقمية عصرية مسخرة التقنية في خدمة الخير والإحسان. الإخوة الأعزاء، أجدها فرصة عظيمة لنحث بعضنا البعض على المساهمة والتعاون في مجالات الخير، وخاصة في شهر الخير والرحمات، ونقدم المساهمات والمساعدة لكل مستحق ومحتاج عبر قنوات رسمية آمنة تتيح للمتبرع العديد من الخيارات والمجالات عبر منصة إحسان، ليصل التبرع بطريقة آمنة لا لبس فيها بعون الله تعالى. ختاما، أسأل الله تعالى أن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره، وأن يحفظ لنا قيادتنا الحكيمة التي يسرت للجميع سبل الخير وبادرت إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.